الحوادث كانت قليلة جدا في الزمن القريب. فلان مات دون مرض ودون كان معي أمس. ما سبحان الله. الآن المسألة أصبحت يعني طب دخل هذا موت الفجأة بأنه إرهاصة من إرهاصات علامات القيامة، الرابط بينهما ماذا؟ الرابط أن أشياء ظهرت لم تكن موجودة في أسلافنا. أمراض مثلا؟ يعني غير أمراض، يعني كان الحالة الاجتماعية شبه مستتبة في يعني شبه إيه مستقرة على مدى مثلا قرن. الآن كل يوم نسمع جديد، نسمع جديدا، نسمع الجديد دائما. من ضمنها موت الفجأة ما كانش موجود. لم يكن موجودا. سبحان الله. الآن يعني مثلا مع أن القرآن يعني يقول في معناه إذا جاء الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأجل محتوم منذ أن خلق الله تبارك وتعالى. جميل. لكن لما تصير ظاهرة الموت الفجأة في عدد كبير ما كانت موجودة، لما نعمل إحصائية في قرن دون قرن. وفي 50 سنة الأخيرة ماتت في بلد الفلانية مثلا كذا حالة موت فجائي قياسا للقرن الذي قبله كان قليل جدا هناك. إذا ده دليل على يعني كان يعني نذير للناس أن ينتبهوا. يقولون إن من مات فجأة يحبه الله تبارك وتعالى ويريد أن يعذبه في الدنيا فأخذ هكذا. قلنا إن موت الفجأة راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر، لأن المؤمن خلاص هو متم حياته الطيبة الحمد لله مستقيم على طريق الله، الفاجر ما لحق أن يتوب. صح. تمام. من علامات الساعة أيضا. من علامات الساعة أيضا كثرة القذف. القذف. سواء قذف المحصنات يقصد الرسول أو القذف لأن نقصد بالشهب والنيازك والزلازل وهذه المصائب التي تحدث لنا. نعم. لأن الناس الآن تستهين بالكلمة. تستهين بالكلمة. صحيح. القرآن يستخدم القذف في السب وشتم المحصنات. نعم نعم. من الذين يقذفون المحصنات. يرمون المحصنات. يرمون المحصنات. نعم والعياذ بالله. غير ما اكتسبوا والعياذ بالله.